دي كانت اخبارنا السريعه. تعالوا كمان مع بعض نشوف الصحف العالميه قالت ايه في المحترف. نبدا جولتنا سريعا من انجلترا. صاني الانجليزيه ركزت الحقيقه على انباء قرب السير جيك راتكل من الاستحواذ على 25% من اجمالي اسهم مانشستر يونايتد. ركزت صحيفه ان قول مهام اول مهام هذا طبعا الحائز على الاسهم النادي في كسب ثقه الجماهير. الحقيقه دي كانت اهم نقطه، ويمكن كمان نقطه التعاقد مع نجم كبير للمان يونايتد. الصحيفه كتبت ان الشيخ جاسم اللي انسحب من سباق الاستحواذ على النادي الانجليزي بعد مماطله الحقيقه من عائله جليرز الامريكيه في الامور الماديه كان بهدف اللي كان بيهدف طبعا اول حاجه كان عايز يضم كيليان امبابي للمان يونايتد في اشاره الى رغبه جماهير المان يونايتد بضم امبابي لاستعاده الثقه مره ثانيه في الفريق. نروح لفرنسا وجريده ليكيب الفرنسيه. ليكيب الحقيقه الفرنسيه سلطت الضوء على كانتي. كانتي لاعب طبعا اتحاد جده السعودي، وكتبت ان اللاعب الفرنسي ما يزال يامل في العوده مره اخرى للمنتخب الفرنسي في بطوله يورو 2024. الصحيفه كتبت بالرغم من موسم كانتي تقريبا الشبه فارغ الا انه ما يزال يلعب على مستوى عالي جدا في هذه البطولة أو في السعودية. ديبورتيفو يعني اتكلمت كمان على مصير جواو فيليكس. جواو فيليكس طبعا لاعب أتلتيكو مدريد المعار لنادي برشلونة. الصحيفة كتبت أن النادي الكتالوني بيرغب في استمرار اللاعب وأن نادي أتلتيكو مدريد منفتح على بيع اللاعب لكن بعرض مالي لا يقل عن 80 مليون يورو.